أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والإثارة حاضرة في هذا الصباح الجميل مع تحديات سن الكبار والظهور الأول لهذه الفئة العمرية في مسافة ورحلة 8 كيلومترات. شوطنا 12 من أعطت إشارة البدء به منذ لحظات، وهو شوط خاص بالزمولة المهجنات الأصايل في مسافتنا المعتادة والمقررة وهي 8 كيلومترات. تنطلق هذه الأسامي بإنجازاتها وبتحدياتها وبسجلاتها المليئة بالذهب في هذا الانطلاق المباشر. نسير مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، هو أرهني اللي قاد المجموعة واللي انطلق بناموس هذا الشوط. نتابع البداية والنير، سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يقدم هذا الاسم من بدا ينطلق ويندفع بناموس هذا الشوط منذ البدايه، يلي مع المركز الثاني. ياتي شنذار محمد بن خلفان بن راشد المزروعي يقدم شنذار بهذا الانطلاق السديم على مستوى المركز الثالث بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي مبهر ياتي رابعا. مرحبا بهذا الاسم ايضا بسجلاته وتحدياته وانجازاته، مبهر بشعار حمد بن راشد بن غدير الكتبي. من يتقدم؟ من ينطلق بهذا الاداء على مستوى المركز الرابع؟ بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس، وصول في هذه اللحظات لملفت، يقدم منصور بن سعد بن قذله الاحبابي على مستوى المركز الخامس. الخمس المراكز الاولى يرن الشوط منذ البداية باعدا المسافة انطلقا في هذا التحدي وبهذا الانطلاق المثير والحاضر على أرضية هذا الميدان وعبر قناة دبي ريسينج. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام على مستوى المركز السادس كي أرى مشغل لسعيد بن صالح بن سعيد القريصياتي سادسا. نتابع المركز السابع والوصول في هذه اللحظات مع العديد لغانم بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري ينطلق بدوره على مستوى المركز السابع. المركز الثامن تحديات شديد لسلطان بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري ينطلق بتحديات شديد على مستوى المركز الثامن. نتابع المركز التاسع، نتابع الانطلاق، نتابع التحدي القادم لعزام بشعار سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري. يقدم عزام على مستوى المركز التاسع، عاشر الانطلاقات، عاشر التحديات والانطلاق القادم في هذه اللحظات مع شديد. والنادر يصل في هذه اللحظات بشعار الرياض بن ثامر بن سليمان السعدون القادم من المملكة العربية السعودية الشقيقة، يقدم هذا الاسم على مستوى المركز العاشر. أكملنا النداء الأول للعشر المراكز المتقدمة بتحديات هذا الشوط وبهذا الانطلاق المثير. نعود مع الصدارة مع البداية والمقدمة، وأرهني اللي قاد المجموعة اللي انطلق بناموس هذا الشوط مع هذا الاندفاع المتميز. النير 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 يتقدم ينطلق بالصدارة بعد المغادرة للوحة 5 كيلومترات. بدأ بير الشوط بالتقدم وتحديات سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يقدم هذا الاسم مع هذا الشعار، شعار أيضا له العديد والعديد من الإنجازات والبطولات والتحديات في هذا العالم، عالمنا الساحر. نتابع المركز الثاني، نتابع شنذار محمد بن خلفان بن راشد المزروعي. ومن الجانب الآخر، التحديات في هذه اللحظات السديم يأتي على مستوى المركز الثالث ماخذ الزاوية مع الانطلاق مع السياج الخارجي. يتقدم على مستوى المركز الثالث شعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي
مبهر رابعا كذلك شعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يتقدم على مستوى المركز الرابع وخامس الانطلاقات خامس التحديات انطلاقة ملفت منصور بن سعد بن قذل الاحبابي ينطلق على مستوى المركز الخامس الخمس المراكز الاولى يرن الشوط بالتقدم النير سالم بن احمد بن دري الفلاحي في متابعته وانطلاقته وتحدياته ومع المركز السادس نتابع التسلل في هذه اللحظات مع الوسمي لهادي بن عبد الله بن سالم بالركاض العامري يتسلل ايضا شعار ابو عبد الله على مستوى المركز السادس المركز السابع تحدياتي وتقدم وانطلاق مشغل لسعيد بن صالح بن سعيد القريصي النقلة التالية مع المركز الثامن كي ارى التقدم والتسلل والانطلاق الى عزام شعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري في المتابعة والانطلاق وشعار حمدان بن سعيد بن يابر يصل على مستوى المركز التاسع يقدم هذا الاسم هذا الانطلاق المثير وبحارة اللي بدأ يبحر أيضا في أعماق الناموس وتحديات هذا الشوط ومع المركز العاشر شعارك يا بن درويش ياتي مع شديد سلطان بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري يقدم شديد مع المركز العاشر أكملنا النداء الثاني للعشر المراكز المتقدمة والمسيرة تسير في تحديات الكبار بانطلاقات الكبار على أرضية هذا الميدان نعود مع الصدارة والبداية والمقدمة والنير من يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط منذ البداية يقود المجموعة بمتابعة سالم بن أحمد بن دري الفلاحي أحد الخبراء في عالم التنمير يتقدم يسير مع النير وهو ينطلق بناموس هذا الشوط أهالي زاخر يطالبون بالسلامات يا أبو حمد مع هذا الانطلاق الواضح والباين مع تحديات النير وهو يشق طريقه الى الناموس والى الانتصار يلي مع المركز الثاني ياتي سديم بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يتقدم سديم على مستوى المركز الثاني المركز الثالث ملفت منصور بن سعد بن قذلة الاحبابي والتقدم ايضا على مستوى المركز الرابع راشد دار القادم لمحمد بن خلفان بن راشد مزروعي ومبهر خامسا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي وصل بحار بدأ يبحر أيضا في بحر الناموس مع هذا الانطلاق المتميز حمدان بن سعيد بن يابر يتابع بحار على مستوى المركز السادس المركز السابع تقدم وتسلل لجلمود لحمد بن محمد بن مبارك المهيري ينطلق بدوره على مستوى المركز السابع ثامن الانطلاقات ثامن التحديات نتابع الوسمي وهادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري يقدم هذا الاسم مع المركز الثامن المركز التاسع يصل انطلاق ايضا تحديات شديد للسلطان بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام نختم النداء بتقدم بشاش فاضل بن راشد بن سالم الشامسي ياتي بتحديات بشاش من يصل باول نداء على مستوى المركز العاشر هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط المليء أيضا بالإنجازات والتحديات مع هذه الأسامي العملاقة والنير على الصدارة يقود هذه الجموع قيادة حكيمة وقيادة سليمة متحمل المسؤولية منذ البداية النير من نار وانطلق واندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يتابع تحديات النير ولكن اللي وصل ملفت مع المركز الثاني منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي بحار يصل على مستوى المركز الثالث بشعار حمدان بن سعيد بن يابر المركز الرابع من الجانب الآخر شنذار محمد بن خلفان بن راشد المزروعي والتقدم التسلل لجلمود حمد بن محمد بن مبارك المهيري من الجانب الآخر تحديات سديم حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي
سير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السابع، وأرد تقدم بشعار سلطان بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. يقدم شديد، ولكن ارصد لي القادم، ارصد لي التسلل، تعديات جلمود لعمير بالحزمي بن قناص العامري، شعار غازي اللي انتزع ناموس الشوط الماضي، ياتي بتحديات جلمود بأول ندى يتسلل مع المراكز المتقدمة. هذه النتيجة للانطلاق مع التحدي المثير. نعود والعود أحمد مع النير اللي على الصدارة، سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، ولكن أرى التحديات من الجانب الآخر. سديم ياتي على مستوى المركز الثاني، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي من بدأ يتسلل في هذه اللحظات وينطلق بناموس هذا الشوط. النير مع المركز الثاني بشعار سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، ثالث الانطلاقات ياتي ملفت منصور بن سعد بن قذرة الأحبابي. شوط يوحي بالتحدي والإثارة في اللحظات الأخيرة والتسلل القادم مع بحار حمدان بن سعيد بن يابر، ولكن يصل جلمود القادم بكل قوة. جلمود بشعار عمير بالحزمي بن قناص العامري يبي يضيف النقطة الثانية على التوالي لهذا الشعار، حيث أن قدم غازي في شوطنا الماضي. نعود مع الصدارة وملفت من قاد المجموعة. جلمود يتسلل ينتزع ناموسي هذا الشوط، وعمير بن حزمي بن قناص العامري يقدم جلمود في اللحظات الأخيرة، في اللحظات المثيرة يتقدم. بدأ يباعد المسافة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير والرائع. نتابع المركز الثاني ملفت منصور بن سعد بن قذلة الاحبابي، ولكن جلمود قفل على مجريات هذا الشوط. تهانينا العمير بالحزمي بن قناص العامري، سلام وللمرة الثانية على التوالي يقدمه أيضا. جلمود يسير بخطى غازي منطلق بالصدارة، ولكن ملفت قادم اللحظات الأخيرة. ملفت ينتزع ناموس هذا الشوط، ولكن جلمود صامد. ملفت ينتزع الصدارة. تهاني للمنصور بن سعد بن قذل الاحبابي على فوز ملفت بالمركز الاول. المركز الثاني جلمود عمير بالحزمي بن قناص العامري. المركز الثالث سديم بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. المركز الرابع جاء ايضا جلمود لحمد بن محمد بن مبارك المهيري، ومع المركز الخامس لحمدان بن سعيد بن يابر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. لمراكزنا المتقدمة. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول 13 دقيقة 25 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك ملفت منصور بن سعد بن قذرة الأحبابي، بينما اللي وصل مع المركز الثاني تابع ثاني المراكز سديم من يصل مع المركز الثاني. 13 دقيقة 26 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي على فوز سديم مع المركز الثاني. جلمود يصل مع المركز الثالث. العمير بن حزمي بن قناص العامري ب 13 دقيقة 26 ثانية وجزئين من الثانية.